السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من ملف البنية التحتية المنهارة في العراق، إذ اشتكى أهالي ناحية الحر في محافظة كربلاء من غرق الشوارع بعد هطول الأمطار وتراكم المياه الآسنة، مما تسبب بإعاقة حركة الطلبة والموظفين. دعونا نشاهد. قال لك والله 4 أيام ما نداوي أطفالنا، ويشوف أنت بعينك، تشوف أنت بعينك، أنت شوفه وشوف. هسا أنت ابنك ويطلع هيجي؟ ما أقبلها والله. ابن أبو حمزة يقبل يطلع هيجي؟ ما يقبل، لا هو ولا المسؤول. الريحة اللي بالبيت خيسة، تفضل تشم أنت هسا بالريحة هسه. هذا الشارع أنت وين واقف؟ أنت واقف وين؟ بالمجاري هاي الطافعة، هاي المجاري. احنا 4 أيام وأنا أطفالي ما يدخلون المدرسة. 4 أيام. 4 أيام عمي يحكي، 4 أيام وأنا أطفالي، لأن ما أقدر. باو هسه كاميرتك تاخذ الفروع، الطفل ما يقدر يطلع. هاي هنا تكهرب، هاي الحالة احنا صارنا يعني شغلة قديمة، صار أشهر يعني. ما لها حل جذري، يجي حتى لو يجي يفتح المنهوله دقيقه وراح، مشى المي عافى. ثاني يوم رجعت الحاله، ثاني يوم منا خابره قال لي عم انا مو البارحه يمك، انا كنت اصور له، قال لي مو البارحه يمك انا ابتليت بيك، زين انا شو اسوي له بهاي الحاله؟ يقول لي انا عندي صاروخيه وحده، واحنا ضالين وهاي العالم كلها قدامك ملتمه وتشوف، يشهد الله انا 4 أيام اطفالي ما مداومين، منين يروح؟ منين يطب؟ منين يطلع؟ والله العظيم لو اكو حل، لو عطله يعني واكو حل، ما ظل بالبيت، اعوف البيت. هاي العالم منكوب، الله شاهد، الله شاهد. احنا نريد شغله، نريد شغله من عده جذريه، احنا مال صاروخيه اذا تفتح ويروح يعني هاي ما سوى حل، نهائيا ماكو حل. احنا المعاناه مرخصتك ابو عباس هسه خليك تسولف، احنا المعاناه مالتنا هاي اكثر من سنتين، احنا اكثر من سنتين واليوم الدنيا ما ماطره. هاي المياه انت قاعد تشوفها مياه جوفيه، مياه مال مجاري، العفو مجاري، يعني هاي مو بس بالشارع، هاي بالبيت. تعال انا طبوبك بيت هسه بالبيت موجوده طالعه، والحل مالتها مو صاروخيه، والحل مو مال تنظيف، حلها جذري. احنا شغلتنا كلش بسيطه، هن 10 بواري، هي منهولات هاي قديمه نفس المنهولات، يجيبون بواري يقصوها بكوسره يحطوها. ساني مو مهندس، اعاده صيانه بواري، يجيبون بواري يحفروها من فوق تصير بواري عاليه، الذب تصير اعلى من البزل، الذب وتنتهي. 10 بواري 5 بواري احنا هم نساعد وياهم. يقول المحافظ انا اريده بس يسمع صوتنا، احنا ناحيه الحر يقول لك انت تجاوز، انا اريد اسمع من عندي، انا اليوم اريد باكر اصور اقول لك اجى المحافظ سوى شيء، اريده يسمع صوتي. يقول عمي انا ما لي علاقه بيك، يقول انت تجاوز، انتم مو على كربلاء مثلا، مو ولدي مو ابناء كربلاء، يشهد الله لا نصور ولا لنا علاقه، ونعزل نعوف بيوتنا ونشيل. مستمرون مع هذا الملف مشاهدينا الكرام. وثق ناشط من محافظة ذي قار غرق المنازل السكنية في قضاء الشطرة بمياه الأمطار، وذلك بسبب سوء المشاريع الخدمية وتهالك البنية التحتية وعدم صيانتها من قبل الجهات الحكومية. دعونا نشاهد. المحافظ مدير مجال ذي قار، هاي البيوت كلها غرقت بنص الشطرة، هذا الشغل مشتغلين دفن، غلط شغلهم، ما ادري انسداد بدون متابعة، الشغل تعبان ما ادري. ودوا لكم سيارات تسحب تفتح الانسداد، هسه مطر ماكو والبيوت كلها غرقت. تعال شوف هذا البيت، هذا البيت حاليا والحسين شردوا عند الجيران. دول يوم عند قرايبهم. اي والله عند وضعيه هاي اخوان، وضعيه فلوس جاي تنصرف على مشاريع مليارات، ابو الصندوق يعطي كم مشاريع، الامانه تطي، بغداد تطي، المحافظه تطي، المحافظ يطي، اشتغلوا بصوره صحيحه. ليش هالفلوس جاي تروح؟ ليش شغلكم تعبان؟ يا من عندكم اليوم الماي والخيس يطب البيت تقبلونها؟ يا مسؤول اليوم يقبل الخيس والمجاره تطب الباب غرفته، يا اللي يقبل من عندكم. احنا من نحكي ما عندنا شيء شخص وياكم.
هذا الوضع. نستعرض بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين مشاهدينا الكرام. أحمد صاحب يقول: للأسف والله وصلنا لهيجي حالة من سيء إلى أسوأ، مدينة الشطرة. سيوف الناصري يقول: خليجي يشوف محمد هادي منير، هي هاي الإنجازات اللي خبصونا بيها، ومن تحكي يقول لك أنت تريد تسقط بينا. يابا مو تسقيط، بس شنو اللي قدمته للناصرية؟ سيد جابر الغالبي يقول: الشطرة كلها غرقانة، ماكو رقابة من الجهات المعنية. وجعفر جبار الحسيناوي يقول: مع الأسف واقع مخزي ولا حياة لمن تنادي. مشاهدينا، ننتقل إلى موضوع آخر في حلقتنا لهذا اليوم. طبعا الموضوع سيكون عن الخدمات والنفايات كذلك في محافظات عراقية مختلفة، بس خلينا نشوف شنو المشكلة. طيب نسمع اتصال، ناخذ رأي السيد أبو زينب من النجف ونكمل ويا حضراتكم بعد شوية. تفضل يا أبو زينب، حياك الله. الله محييك. تفضل يا أبو زينب، أسمعك. بالنسبة لهذا الموضوع، يعني هذا بالنجف هذا صار يعني كم يوم إضراب على ذول الجماعة البلدية والتنظيفات. نعم. وماكو تحريك لأي ساكن بالنسبة من الحكومة المحلية ولا من البلدية ولا من كذا. علما يعني من تجي الورقة اللي تأخذها مكتوب بها الماء والمجاري والتنظيفات. حتى أنا سألت شخصيا المدير العام الماء والمجاري، قلت له: هاي ماء ومجاري افتهمنا، التشخيصات شنو؟ قال: هذه مالة التنظيفات. قلت له: التنظيفات شنو؟ شوارع مثلوسة زبالة، لعد انتو جاي تسوون يعني اجحاف بحق الجميع، مو بحق الـ فقط هاي الشريحة. يعني هذا الرقم المهول اللي يصرفوه على كل مرشح ينطوله فقط للدعايه، يعني صدق او لا تصدق، ينطوه مليار و400 مليون دينار في سبيل والله يعلق صور. نعم. زين، هذه يعني شو يريد يكون؟ روح اطيب 50-60 مليون للدعايه، والباقي هاي فلوسها اطيها للفقراء، ابني بيها، اسوي بيها شغلات. مو لاجل شيء محسوم لهم على مود يبقون يصيرون ذولا مجرد. هو السؤال الاهم، ليش على خزينه الدوله ان تتكبد عناء انفاق على المرشحين من اموال المواطن العراقي من المال العام؟ يعني ليش دا يتم الانفاق على الدعايات الانتخابيه للمرشحين؟ كل مرشح المفروض يكون من جيب الخاص يصرف على دعايته الانتخابية، واللي ما عنده مقدرة خليه يقعد ببيته ولا يرشح. ليش على الدولة أن تتحمل تكاليف ومصاريف أكثر من 6000 مرشح اليوم موجود في العراق؟ هذه أولا هي نكاية بالشعب العراقي. ثانيا هي منصوص عليها بالقانون والدستور أنه ما يصير الإنفاق من المال العام على المرشحين لأي ترشيح لأي رئاسات. منو ملتزم بالدستور اليوم؟ هاي واحد. الثاني أيضا بالدستور يقول لك يمنع من عن باتا مزدوجي الجنسية، وهذول كلهم مزدوجي الجنسية. خاصة منو ملتزم بالدستور؟ كله مخالفات. يقول لك: يا با هذا غلط، هذا ما يجوز، هذا ما يصير. يقول لك: روح اضرب راسك بالحائط. القوة بيديهم والسلاح بيديهم وفلوس بيديهم. ماكو شيء. نظام عندنا، يعني نظام عندنا مافيات ونظام العصابات. فعلى الشعب انه يوم الانتخابات يطلع مظاهرات عارمة واسحب ذولا بالشوارع وينتهي الموضوع. بس والمقاطعة يعني هذا لسان حال المواطن اليوم، انه دعوات في الشارع العراقي في مواقع التواصل الاجتماعي: قاطعوا حتى تأكدون رفضكم. هذا حكي ما يفيد، هواء في شبت، لازم اكو فعل مقابله. شنو نوع الفعل اللي ممكن يصير؟
يعني ابسط شيء انه يوم الانتخابات فعلا ما اروح انتخب. نعم. وتنتهي ولو معدني الصناديق للاسماء الكذا الاخرى جايبيها من ايران معينين منو راح يفوز منو ما يفوز. وان كان سيد ابو زينب وان كان هذا الكلام صحيح ودي يصير بكل انتخابات وصار قبل، لكن هذا لا يمنع انه على المواطن ان ياخذ دوره في رفض هذه العمليه السياسيه ان كان فعلا يرفض هذه الاحزاب ويرفض استمرار هذا العمل السياسي الموجود اليوم في العراق، ان كان يوصف اصلا بالعمل السياسي عن طريق مقاطعه هذه الانتخابات، عن طريق التظاهر السلمي، عن طريق التعبير عن الراي بلا لهذه الاحزاب والعمليه السياسيه. هذه هي الديمقراطيه الحقيقيه. طبعا انا اشكرك ابو زينب. طبعا طبعا. بس ايش وقت يطلع الشعب العراقي؟ نعم. وصار له 20 سنة خامل وخايف ويرتجف. والله المعين. شكرا جزيلا ابو زينب من النجف. وان كان ما تفضلت بجانب من الصواب، لكن خرج العراقيون في مواقف كثيرة، والقادم ربما قد يعني يشي ربما بمزيد من التظاهرات، والله اعلم. ابو محمد من ديالى تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد، أهلا وسهلا. أنا أشكرك وأشكر قناتكم الموقرة، بس أكو عندي موضوع أنا خارج يعني إرادة الحلقة وموضوع ما يطرح في الحلقة، مناشدة هي إذا يعني يمكن أو مجموعي أطرح. بس على كيف، لأن الصوت مالتك أصلا بصدى وبمشكلة. شوية أبو محمد وبصوت عالي لو سمحت. أقول لك عندي يعني مناشدة خارج موضوع الحلقة. تفضل شنو هي المناشدة؟ يعني عندي ضعف الشبكية. نعم. ولا يعني ما خليت يعني ناشدت رئيس الوزراء، ناشدت يعني الجهات المسؤولة يعني في الدولة. نعم. يعني هي مطلوب منا عملية خارج يعني خارج القطاع، خارج العراق. نعم. فإذا ممكن يعني مش قناتكم أن يوصل صوتي إلى المسؤولين، إلى رئيس الوزراء، إلى يعني وزير الصحة. نعم. ويا ريت يعني لما نروح على ناشد دولة قطر يعني قطر تتعامل ثانية، وأنا من خلالكم مع ناشد دولة قطر عم تسمع صوتي وتشوف لي حل إلى قطر وشبكية مالتي إن شاء الله. سيد يعني ما خلي يعني دولتنا ما من ثانية من شعب ولا تهتم من هاي الشغلات. بس عندي سؤال لك أبو محمد، أريد أسأل حضرتك سؤال. يقولون أكو مستشفيات خيرية موجودة في العراق فتحتها جهات معروفة موجودة في العراق إن كانت دينية أو غير دينية. جربت؟ موجود فعلا بالعراق أكو علاج داخل مستشفيات مبنية تحت مبدأ العمل الخيري؟ إذا أتكلم لك على هاي سؤال قل لي بارر يعني. لا أعطينا رأيك، أريد نسمع يا رب. ماكو بس إعلام ودعاية هاي شغلات، ماكو على الواقع صح، كل شيء صح. يعني تقصد أنه الموجود اليوم من المستشفيات الأهلية اللي مفتوحة كلها استثمارية غالية وتكلفة عالية؟ يعني أروح لأرحب الدكتور هم قالوا يعني مال حالات الثانية شي يقول لي. نعم. شو قلت؟ يقول لي قاعد المكتب اللي رابك تجوز بيت على المكتب يلا أتوي لك إياه. شلون؟ راح الدكتور يعني الدكتور أهم هو مال العيون. تمام. قلت له دكتور يعني انا هاي حالتي ويعني تضعف بالشبكية عندي، قال يعني انت جاني انا ايش اقدر اسوي ثاني ابغاك تجلس في هذا المكتب اللي انا قاعد فيه الله يسوي لي لو تصير حالتي. تمام. قلت له زين انا منين اجيب يعني منين؟ هاي الدوله ما مساعده الغير يعني الجهات اللي مسؤوله على شغلات غير عمل انساني، واني من خلال قناتك يا ريت اذا توصل صوتي للمسؤولين. ان شاء الله. أنا أشكرك أبو محمد من ديالى، شكرا جزيلا لحضرتك. هذه مناشدة من السيد أبو محمد من ديالى، حالته شرحها ووضحها. وإلى من يهمه الأمر، إلى من يستطيع المساعدة، إلى من يستطيع إعانة هذا الرجل على إجراء هذه العملية الجراحية التي يحتاجها. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع، ننتقل إلى ملف النفايات. حذر ناشط في محافظة كربلاء من استمرار الإهمال الحكومي لملف النفايات الصحية قرب المناطق السكنية، الأمر الذي يهدد صحة الأهالي دون أي إجراء أو استجابة حكومية لهذه المناشدات. لنشاهد. طبعا للأسف
امام ملعب كربلاء الدولي. هذا الصرح العملاق اللي هو واجهه لكربلاء المقدسه، ونشوف هذا الطمر الصحي صاير امام ملعب كربلاء الدولي، كلها ابار وادويه ومغذيات. ها شوفوا الطمر الصحي اللي صار هنا، ما اعرف اساني من موجه اللي يرمي الانقاذ امام ملعب كربلاء الدولي. شوفوا هاي مو كلها امراض، كلها امراض وامراض معديه راح تسوي هاي. شوف المكبش كبره هاي، خلي اكون حتى قريب على الصوره وشوفون هذا حجم الدم. شوفوا ليش من طال الامر هنا يذبون هاي اللي كلها امراض هسه هاي. هاي كلها نفس الحاله هاي، شوف مو هاي كلها امراض. هاك ماكو مكان، ماكو طمر صحي. يا وزاره الصحه، دائره صحه كربلاء، شوف شوف حتى مال العمليات كلها بدمايتها، هاي كلها دم. هاي السرنجات ايش قد ما اعرف صايره، هذا كله دم، هذا كله دم. المن نحكي والمن وجه الرساله، هاي الصوره، هاي كلها امراض وانا مجازف، وهاي ما اعرف ايش بيها ما بيها، شنو الدم الموجود، الفيروسات اللي تحملها هاي الاجهزه وهاي المغذيات، حتى اوصل لك الصوره. هاكو شوف لا تسيهون بحياة الناس. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. اشتكى مواطن من أهالي مدينة الديوانية، اشتكى من تراكم النفايات في المناطق السكنية داخل المدينة وسط غياب لأي دور لبلدية المحافظة وبلدية المدينة في معالجة مشاكل النفايات المتراكمة. دعونا نشاهد. أنا هاي صار سنين وسنين من حي الصدر الثاني، من أنا شارع الوقفة ومن أنا حي الصدر الثاني مو الاول الثاني. هاي هنا شوفوا هاي الزبايل، شوفوا هاي العالم شلون عايشه هنا. الله وكيلكم، ريحه ودبان وزبايل، واذا مطرت الدنيا حدث ولا حرج، هاي البيوت تغرق، ناس فقرك. على الاقل يخلونا بوار هنا يطلعون اليات، رحمه لوالديكم، والله العظيم هنا الريحه ما تنشهب، الله شاهد شهاده. يعني هاي هسه المزبله طالعه منا، انا اشوف العالم ما عتها، لا هنا مسوين لنا مجاري، الشبكه طلع بيها غلط هنا، وهاي يعني اكو سبته تنك طالعه هيجي ساده حتى الشارع هنا تجي بس انقاذ واوصاح. يعني شوفوا تباوع بعينكم، ترضون هاي الحاله، رحمه لوالديكم، ان تنتبهون هاي الحاله. شوفوا الزبايل من هناك لهنا، يعني هذا بزل، وهاي كلها بيوت شوفوها كلها طابوا. يعني هسه هاي هنا العالم شنو ذنبها غير فد اكو متابعه. مشاهدينا مستمرون مع هذا الموضوع في انتقال إلى مقطع آخر. انتقد مواطنون في محافظة البصرة، انتقدوا ظاهرة تكدس النفايات فوق كورنيش شط العرب في المحافظة وعدم متابعة ومحاسبة الشركة التي تم التعاقد معها لهذا الأمر، كذلك غياب الدور المنوط ببلدية المحافظة من أجل متابعة هذا المشروع ونظافته والاهتمام به. دعونا نشاهد. الشركة المنفذة اللي ماخذ عقد كورنيش، يعني الخورة كورنيش، وانت رايح نفايات صاعدة، انتم وين؟ نزلت للقاع لا تطلع كابسة وحدة، كابسة وحدة النفايات الموجودة اللي. شنو رايك بالوضع؟ والله الوضع يعني شوف انت يعني والله ما زين. اذا لو ظلين على قاطع الخورة بكوادر وعمال افضل ما نعطي الشركة مليارات. بالله افضل يعني نشتري لنا كابسات افضل. اول حاوية يعني تمشي على طول الشارع. ايه؟ لا تنكرس. الكابسة شغلة وحدة تطلع تلم الحاويات وانتهى الوضع. والله ما اعرف، مطين يعني شركة مقاولة ومشروع واحنا كابس اللي حد الان جاي نأجر. والله ما اعرف. نعطيها الشركة لو البلدية. لا لا هاي الشركة. شركة؟ اي قاطع الخورة والقبلة. ما اعرف 18 مليار ما شقد. بلدية البصرة موقعتنا ما ما اعرف والله. اكيد كلها شوف بس يعبر جاي متونس. كورنيش مختنق بالنفايات، حتى بيع المجتمع يشوف الزبالة ويغض النظر، باعتبار تليفونك فضائية. شوية خلي عندكم وعي. يقول يسولفون يقول لك يابا نريد وعي للبصرة ونريد الناس تدب الحاوية، إذا الحاوية متروسة. اي وين تدب العالم؟ وين تدب يعني؟ أكيد قاعد صف الحاوية. هاي ذبوها بصف الحاوية هاي. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا.
اشتكى مواطنون في محافظة كربلاء من تكدس الأوساخ والنفايات في أحد المجاري المائية وطالبوا بتغليف وتنظيف المجرى المائي من أجل تجنب إصابة الأهالي بالأمراض الناجمة عن تراكم النفايات. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا البزيل أقرب شيء على كربلاء، على باب بغداد، على الوالي هذا. يعني جيفت هذا البزيل على كربلاء، تقبل الحكومة؟ تقبل؟ هي كربلاء ذاب المجاري على هذا البزيل. يعني الشعب مو اللي يطلع، مو اللي يتعب نفسه، هي الحكومة لازم تفتر. مو الشعب يروح يدور ويباوع ويقول لهم تعالوا. يعني هم الحكومة شنو شغلهم؟ نطالب بتغليف هذا البزيل. عيني اللي أذانه وصارت أمراض خبيثة، الله يشفيك الشر، وهو ما يتجاوز 700 متر، وأنا يعني متابع الشغلة من قبل الدوائر وماكو فايدة. فالناشد الأخ العزيز المحافظ أبو حمزة أنه يسوي لنا شارع لهالبزيل هذا، وأكثر من 7000 عائلة به هذا المكان، وخد يجي يشوف ويجي يكشف ويشوف. والله المعاناة هي يعني، بس شوفوا شلون الريحة الوصاخة، وتجيبوا تتكون بالوصاخة، والعالم تمرضت من وراها السالفة. يعني هسه تجي أمانة الله حتى حالات هواية سرطان ما سرطان من وراها السالفة، والبزل الوحيد اللي ما تغلف هسه 700 متر تروح هاي. انا اشوف هذا بس القره يسمونه اعتقد كل هذا البزل والبزل الثاني، بس هذا البزل اللي ما غلف. المشكله اللي قبله غلفوه واللي وراه غلفوه، هو ظل هو 700 متر وهو رابط بين شارع الوائل وبين حتى اقل القره، مو 700 بالمضبوط. المناشده هاي تقريبا الرابعه مدر الخامسه لهذا البزل، يعني هذا البزل الوحيد اللي ما صار اساسا ما يوصل صوتنا، يعني بعد وين نروح؟ نستعرض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع مشاهدينا الكرام. حيدر الكربلائي يقول: أهالي المنطقة ومعاناتهم من هذا البزل وما يخلفه من أمراض كثيرة على أهالي المنطقة منذ سنين طويلة، نناشد المحافظ لوضع حل أخير لبزل الكرة. أبو علي يقول: الحكومة المحلية في كربلاء ناسية بزل قنطرة السلام منطقة الرباط الذي صار له 3 سنوات بالعمل وهو 900 متر. هذه أيام الأمطار، لو باقي على التبليط القديم المنفذ من قبل الأهالي كان على نفقتهم الخاصة وليس على الحكومة. عباس فرهود يقول: منطقتنا وبالباب مالتنا من الريحة والمزابل مختنقين، شوفوا لنا حل. ومحمد الكربلائي يقول: دائرة صحة كربلاء خلي تهتم بالمزبلة اللي بداخل المستشفيات الحكومية وبالخصوص مستشفى الحسين التعليمي. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا في هذه الحلقة، إلى الدعايات الانتخابية وملصقات المرشحين في مناطق مختلفة من العراق، حيث رصد مواطن من محافظة البصرة عملية تخريب للشوارع بسبب الملصقات الدعائية لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات وتجاوزاتهم على الممتلكات العامة. دعونا نشاهد. ما أعرف هذا المرشح شلون راح يقدم بالمستقبل وهو مخرب شارع. يا بلدية البصرة، يا محافظة البصرة، يا مفوضية الانتخابات، هذا شارع حمدان أمامكم قيد الإنجاز، وبعده يعني قاعد يتنفذ به مشاريع الزرع وإلى آخره. السيد المرشح حافر الشارع بهاي الطريقة، بهاي الطريقة اللي جاي تشوفونه، هاي الطريقة حضارية، هاي الطريقة قانونية. شلون راح يقدم المرشح باكر؟ شلون راح يقنعنا هذا المرشح هو جاي يخرب الشارع بهاي الطريقة؟ هذا الشارع قيد الإنجاز. يا بلدية البصرة، المفروض اليوم القانونية اللي عندكم تقيم دعاوى على المرشحين اللي قاعدين يخربون الشوارع بهاي الطريقة. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا. مواطن من محافظة النجف رصد هو الآخر تحطم أجزاء من سياجي فلكة الملح في المحافظة بسبب لوحات المرشحين الانتخابية. شوف هذا عود جاي في ذي البلد، هاي بعدها بالبداية لاحم الصورة مالته على السياج، مدمر السياج بالكامل. شوف لاحميها لحين على السياج باوع. ليش هيك؟
هاي تبعدك بالبداية هي تسويت لازم البلد شو تسوي. هاي الصورة الثانية ماتين الله كرم، بس ماكو رقابة لا واحد من المواطنين مسوي دعاية إعلانية واقع السيارة عشان قلبه الدنيا عليه. بابا شوف ليش ان شاء الله يرضى عباده فلكة الملح طريق العباسية، وهذا السياح منه طريق العباسية. نستعرض بعض التعليقات مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع. ثائر الحاج أحمد الشحماني يقول: يا بترى هي تجارة مو لخدمة الشعب، المهم أصير يصير ويكون نفسه ويفلت مثل هواية قبله. يعرب الشويلي يقول: صار هجوم على الأرصفة، كل الأرصفة تحفرت بسبب دعاية المرشحين. تعليق من منعم أبو العيس يقول: هاي الأعمدة من ضمن تأثيث الشارع ولا علاقة للمرشح بها، والمرشح استغل الأعمدة لوضع صورته فقط. أحمد العراقي يقول: هذه أموال الشعب، الشرطة تمنع تمزيق صور المرشحين، خل يمنعون تخريب الشوارع. طيب ننتقل إلى موضوع آخر. طيب نأخذ اتصال وبعدين نكمل ويا المواضيع. من ويانا؟ سيد أبو عمر من بغداد، تفضل. تحياتي لك أستاذ محمد ولقناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. حياك الله. حياك الله أستاذ محمد. إحنا بنشوف بهذا الشهر وبهاي الأيام وعلى إنه الحكومة مقبلة انتخابات مجلس المحافظات، بنشوف الإعلانات يعني بكثرة بغداد وبالمحافظات يعني مبالغ جدا يعني كثيره. يعني هاي المبالغ ما يحتاج انه ترشيح هاي المرشحين وهاي الاسماء وهاي الصور اللي قاعد يعلنوها. هذه الامور لو كان يعني ممكن ان الحكومه او السلطه الاحزاب تقدم شيء للشعب، توفر له خدمات، توفر له بنى تحتيه، توفر له ما يحتاج المواطن. هذه كلها اموال يعني من اموال الشعب واموال الدوله. للاسف احنا ما نقول دوله، سلطه الاحزاب هي هاي الاموال. شنو نفعها باكر عقبه من راح تنذب وتنشق الصوار والحديد راح كله ينشال؟ شنو هاي المبالغ؟ منو المسؤول؟ هاي نقطه، هاي نقطه، نقطه مهمه. طبعا اكو نقطه ثانيه طرحوها الاخوه بالمقاطع والتعليقات اللي عرضناها. اذا كانوا المرشحين ذول اليوم يتجاوزون على الممتلكات العامة عن طريق تخريب الشوارع، تخريب الأرصفة، تشويه منظر المناطق المدن والمحافظات بشكل عام، شلون باشر عقبة راح يعملون؟ إذا هم بدأوها بالتخريب، شلون باشر عقبة راح يعمرون؟ هذا سؤال المواطن اليوم. هل هؤلاء يسعون فعلا لخدمة الناس والوطن وهم بدأوا الترويج بالتعدي على الممتلكات العامة، على الأرصفة، على الشوارع، خربوا جمالية المناطق؟ يعني إذا بدأوا بالتخريب شلون راح يعمرون بعدين؟ أستاذ محمد أنت لو تسألنا كل مواطن أنه الشعب العراقي ما حب هاي الصور وما حب أنه أن يروح ينتخب. الناس كلها باز أرواحهم من عندهم، باز أرواحهم من هذا المظهر اللي ناس مشتبذة من عندهم. هاي الوجوه مع احتراماتي للطيبين يعني هاي الوجوه اللي قاعدة تخليها سلطة الأحزاب تحاول أن تقنع الشعب العراقي بأن ذول الناس يعني مستقلين، المهندس والدكتور حسب الأسماء وحسب يعني المهن اللي عندهم. هذا الشعب انه بعد عرف عندهم انه سلطة الأحزاب وراهم، هاي تحاول انه تخليهم في مكانه في منصب على مود سلطة الأحزاب تحكم. طيب. ما زالت سلطة الأحكام تحكم، فاحنا ذول ما يفيدنا لا مرشحين ولا شيء. تمام. اليوم الدولة اذا كان عندها صدق انجاز، صدق القدمات عندها تسوي بدون ما تنجز انه هاي الصور وهاي الملصقات. نعم. هاي كلها اعلانات كاذبة والشعب رافضها. شكرا ابو عمر، وصلت الفكرة. نسمع رأي السيد محمد من الانبار، تفضل يا محمد حياك الله. السلام عليكم، شلونك اخوي العزيز؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
اخوي العزيز، دولة فاشلة، دولة دولة ايرانية فارسية. شوقك الله يخلصنا من اعتماد. نعم. شوقك الله 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 يعني ما ادري سبحان الله الا بها ارادة من قد اللطم وش اسمه مال الاخوة اللي يندعون بالحسين ربهم وبالعباس امامهم. محمد محمد مدرس. محمد بس اسمعني على كيفك على كيفك، لا تتحمس لا تتحمس وتدخل بطريق لا موضوعنا ولا نقاشنا رجاء. انا هاي بس اسمعني اسمعني اسمعني، حطيك مجال. هاي الامور انا ما احب تطرح وبهذا الشكل. الجماعه الاحزاب وميليشياتهم قاعدين متربصين لاي جمله او كلمه تطلع من اي مواطن حتى يقول لك ها طائفيين ويروجون. انا عندي سؤال، عندي سؤال اريد اسالك اياه بخصوص الانتخابات. اليوم دا يسأل المواطن، يقول لك المرشح غير المفروض يقدم حتى يقنعني انه اروح انتخبه. يعني هو ايش قدم للمواطن حتى انا اروح انتخب؟ اقسم لك بالله قدام ما تقرب المظاهرات، قدام ما تقرب ايش اسمه، يسوون كلك لاوات بكلاوات عرفناها. عمي مننا ومن صوتنا ومن صوت كل شريف وعلى على بلده، خلي يرجعون لنا الدكتاتوريه، ما اريدها الديمقراطيه ما اريدها. تقصد هذا النوع، تقصد هذا النوع من الديمقراطيه اللي يدعوها؟ اي ما يدعوها. السؤال هو محمد، هل هم يختلفون عن الدكتاتوريه باي شيء اصلا؟ لا والله ذاك كان لازم بلده. لا 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 انا ما دا اتكلم، اسمعني بس على كيف، انا ما دا اتكلم على صدام حسين. انا دا اقول هل الحكم اليوم في العراق هو حكم ديمقراطي؟ هو نظام حكم ديمقراطي؟ لا ولا يتقرب الديمقراطي عمي. دم قاعد يفزح، دم طائفيه بين الميليشيات، طائفيه بين اليوم اللي يقول، وخلينا ناكد هذا الكلام. اليوم اللي يقول لا، نعم، اللي يقول لا للعملية السياسية شو يسوون به؟ هذا والله اقسم لك بالله ما يخلونا عنده ما يعني اخي يعني بزعنا من مجتمع حيشات مجتمع ما يرضي به، ويا ذولا ويا ماكو ما يتعايشون. طيب. عمي ما تعايشون. شكرا شكرا، نعم وصلت الفكرة. شكرا محمد. الأحزاب والعملية السياسية الموجودة في العراق هي مرفوضة شعبيا. يقولون احنا اجينا بالعراق الجديد ولا دولة مثلكم، همام حمودي وجماعته اللي دي يرشحون اليوم تمام في الانتخابات تحت شعارات غريبة عجيبة. الحديث اليوم انه العراق يعيش تحت مظلة الديمقراطية اللي وفرتها هذه الأحزاب، هل يختلفون بقمعهم للناس، بقمعهم للحريات، للتعبير عن الرأي، عن أي نظام ديكتاتوري آخر موجود في العالم؟ كل من يخرج يعارض العملية السياسية يقمع، يتهم شتى أنواع الاتهامات، البعثي والإرهابي والداعشي وغيرها، ويبررون الجرائم تحت ذرائع كثيرة، وبالتالي هم يعتقدون بأنهم يوفرون للناس نظام ديمقراطي، لأنه يعني يقومون على إجراء بعض الانتخابات الشكلية، وبالتالي يحاولون إقناع الناس أن هناك نظام ديمقراطي موجود في العراق. لكن حقيقة الأمر، هل فعلا يعيش العراق تحت كنف نظام ديمقراطي؟ وهناك حريات للتعبير عن الرأي وإبداء الرأي بشتى أنواعه، سواء كان ضد العملية السياسية أو معها. نكمل ما لدينا مشاهدينا من مواضيع في هذه الحلقة، ننتقل إلى موضوع آخر. انتهينا من هذا الموضوع. طيب، طلب ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين بالإيفاء بالوعود الحكومية بتوفير قطع الأراضي التي وعدت بها الحكومة وإيقاف تسويفها وتجاهلها لمناشدات هذه الشريحة. لنشاهد. يا أهل الرحام، وين أهل الرحام؟ وين أهل الإنسانية؟ وين أهل الغيرة؟ ترى المحوقين عرسونا، ضحكوا علينا، صار لنا ست شهور طاح حضنا، نزلت غيرتنا، الله شاهد غيرتنا نزلت. باو هذا حاجه المعوقين، هاي شوف جنوب مال سفر، هاي هدوم شتائيه مخلينها، او هاي حالتنا او هاي وضعيتنا. قطاع موافقات جبنه، امر المحافظ محمد هادي جبنه من عنده، مدير البلديه عبد الستار رغم الظلم دمرتنا به او جبنه او قلنا يا الله يا الله، ويومي راح انتكاسي مو في المعوقين ولا شيء، يومي انتكاسي. وين غيرتكم؟ ما تخافون من الله؟ ما تخافون من رسول الله؟
ما وين النزاهه؟ وينك محمد السوداني؟ المعوقين تيجي لهنا ما طالعين هسه، معوقين يبكون بالحواسن قاعدين، لهنا ما يواصلون. ليش هيك ليش؟ موافقات كمله. اعضاء برلمان جبني، الله ينتقم منكم اعضاء البرلمان والله، الله ينتقم منكم ان شاء الله. وين محمد السوداني؟ وين باق زيدان؟ وين المحكمه؟ وين الدين؟ وين الضمير؟ وين عداله الدوله؟ وين عدالتكم؟ وين غيرتكم؟ وين ناموسكم؟ انتم شيء مو بشر، انتم بس الممتازين. الله اكبر عليكم. وين الشريف؟ وين الحد غيره ينزع عنه؟ مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدينا. نظم موظفو بلدية الديوانية وقفة احتجاجية للمطالبة بإكمال إجراءات قطع الأراضي المخصصة لهم، ملوحين بالإضراب في حال استمرار التجاهل الحكومي والتسويف لمعاملاتهم. نشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم، وقد أعملوا فسلم الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. بيان: نحن مجموعة من موظفي مديرية بلدية الديوانية، نعلن ونؤمن الحكومة المحلية المتمثلة بالسيد المحافظ ودائرتي استثمار وعقارات الدولة بإكمال إجراءات قطع الأراضي الخاصة بموظفينا ولمدة 24 ساعة. وخلاف ذلك سمعنا المدير العام والأطراف التام عن الدوام، والله ولي التوفيق. عاش العراق، عاش العراق. مستمرون مشاهدينا مع هذا الموضوع، نستعرض الآن تعليقاته. رياحين محمد تقول: صوتنا صوتنا وياكم، نطالب بحقوق ذوي الإعاقة، وكلنا عندنا معوقين. المحافظ وين وعودك؟ ماجد جاسم يقول: الله لا يوفقهم، بس شريحة ذوي الاحتياجات مهمشة. كرار عدنان جابر يقول: الحق لجميع الموظفين والمتقاعدين بالحصول على قطعة أرض. أبو علي الشبلي يقول: 30 سنة ما عدنا قطعة أرض وموظفين وراح نطلع تقاعد. مشاهدينا، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري، ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس، تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نصل الآن إلى فقرة إنفوغرافيك. دوامة العنف ضد المرأة العراقية في تصاعد مخيف، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة تعنيف المرأة. سلط قسم التواصل الاجتماعي الضوء على واقع المرأة في العراق وأشكال العنف الذي تتعرض له في ظل الفوضى التي تسود البلد بعد عام 2003. لنشاهد.
مشاهدينا الكرام نستمع لرأي السيد عبد الرزاق من بابل. تفضل سيد عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة ل نجاس المحافظات والانتخابات مالتها والمرشحين، نعم، يعني الصراحة أنا ما أعرف يا أستاذ محمد بيشي مو له من بالانتفاضة، الانتفاضة تشرين، نعم، الشعب مو يعني قال الكلمة مالته، وإحنا نريد مجالس محافظات، ويعني هو الدستور غير يعني مسن من قبل الشعب. إذا هو الشعب يقول إحنا نريد مجالس محافظات وما نريد حلقة زايدة بالسرقة، إحنا كانت علينا السرقات مال الرئاسات الثلاثة، نعم. فما أعرف يعني هم يعني هم شلون وصفوا ثورة تشرين سيد عبد الرزاق؟ ألم يصفوها بأنها مؤدلجة، بأنها مدعومة من السفارات، بأنها خلايا لتعاطي المخدرات وفعل الفواحش؟ ألم يتهموها بأنها خلايا نائمة للبعثيين والدواعش، رغم أنها خرجت من محافظات يعني لم يدخلها داعش أصلا، ورغم أن الأجيال التي خرجت في التظاهر لم تعي وتفهم ما هو حزب البعث، لكن مع هذا اتهموها بهذه الاتهامات؟ إذا كانوا لا يعترفون بهذه التظاهرات، فهل سيعترفون بما حققت؟ سالم محمد، هو هذا أسلوبهم وهذا ديدنهم بالكذب والافتراء. يعني إحنا نعرف كل الزين بأنه أي شيء يخالف إرادتهم، يخالف شهواتهم، يتهموه بابن السفارة، ابن البعثية ومن هالمسميات هذه. لكنه اليوم احنا اللي نريده من المواطن العراقي يعني ان يكون صادق اولا ويا نفسه، وصادق تجاه البلد. يعني اسقاط الانتخابات اعتبره اني هذا واجب وطني، لانه كافي. يعني احنا الوضع بهذا بالعراق لو كان غير دوري استاذ محمد لا كان يكون الكلام اخر. يعني احنا شفنا انتفاضة الشعب التونسي وغير حكومة، شفنا انتفاضة الشعب المصري، ويعني ما تحملوا السرقات وتحملوا يعني سيد عبد الرزاق. اتصل بينا قبل فترة احد الاخوة من لندن، سيد ابو علي كان، وقال بانه المواطن الذي سيشارك في هذه الانتخابات سيتحمل مسؤولية ما سيجري على البلد أمام الله أولا، ثم أمام مجتمعه، لأنه هو شارك بجريمة واستمرار الانتهاكات. حتى لو ذولا باقين، سواء رضى المواطن أم أبى، لكن بالنهاية مجرد مشاركته سيصبح شريك في كل ما سيحدث على العراق كبلد وشعب فيما بعد. تتفق ويا هذا الطرح؟ أكيد أستاذ محمد. يعني اذا اي مواطن يشارك في هذه الانتخابات ويعرف سالفا بانه هذه الانتخابات هي ما تحقق له، هي مجرد يعني لعوبه وضحوكه على المواطن العراقي، فما اعرف شلون يقنع نفسه او شلون راح يتقبل، يعني يتقبل الضحك من قبل اللي يدعون الانتخابات ويدعون الديمقراطيه. فعلى المواطن العراقي ان يكون واعي وينتبه لأجل نفسه، هسه مو لخدمة البلد، لخدمة نفسه وأولاده بالمستقبل. لأنه هذه إذا سكتنا إحنا راح من دمار إلى دمار وما نحقق أي شيء. فاللي أرجوه واللي أتمنى من كل إخواني بهذا البلد أن يقاطعوا الانتخابات، لأنه ما تخدمهم وما راح تحقق لنا أي مكسب. شكرا جزيلا لك. شكرا سيد عبد الرزاق من بابل. نصل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. واسم اليوم في منصة إكس هو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، كما طرحنا في فقرة انفوغرافيك نفس الموضوع. دعونا نتابع بعضا من هذه التعليقات. مهنة أو حسن يقول، حسن مهنة: واحدة من بين 5 نساء في العراق تتعرض للتعنيف الأسري. الكثير من حالات الانتحار للنساء بسبب التراكمات النفسية للعنف الممارس ضدهن. لا يزال العنف ضد المرأة عقبة أمام تحقيق العدل والتنمية والسلام وترسيخ حقوق الإنسان عامة.
حيدر يقول، حيدر القيسي: يجب القضاء على العنف ضد المرأة في العراق. تعليق من غزوان يقول: جميع شعارات الحرية في العراق مزيفة، وجميع الحقوق مباحة بما فيها حقوق المرأة وحقوق الأطفال وحقوق الطلبة، ولن نستطيع أن نعبر عن آرائنا في ظل الاستبداد واللامبالاة. محمد حسن يقول: ضروري جدا إعطاء المرأة حقها ومكانها الحضاري والإفادة الاستفادة من طاقاتها في بناء المجتمع. بهذا أصل معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.